الاحتفال بيوم عالم تتار القرم جرى أيضا في العديد من دول العالم، حيث رفعت سفارات أوكرانيا في العديد من دول العالم العلم التتري على غرار سفارات أوكرانيا في ألمانيا وإسرائيل وسلوفاكيا والولايات المتحدة والأرجنتين. الخدمات الصحفية للدوائر الدبلوماسية الأوكرانية نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مع الأعلام وعبارات تؤكد أن القرم أرض أوكرانية. الأمر يأتي أيضا في إطار تذكير العالم بالوحدة في مواجهة العدوان الروسي.